الفيدرالية الديمقراطية للشغل كباقي المركزيات النقابية عبر العالم وعبر المستوى الوطني بإحياء هذا العيد الأممي عبر تنظيم تجمع خطابي بالعرائش بشكل مشترك ما بين الاتحاد المحلي بالقصر الكبير والاتحاد المحلي بالعرائش. الكل يعرف الوضع، وضع الاحتقان سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي التي تعاني منه مجموع الجماهير الشعبية وكذا مجموع الفئات المأجورين والمستخدمين والعمال، بأن بجراء السياسة الحكومية اللا شعبية في مجال ارتفاع الصاروخ للأسعار وكذا في مجال الضرب الممنهج على القدرة الشرائية لكافة المأجورين والمواطنين والمواطنات. وفي هذا الصدد كانت البارحة الحكومة على موعد مع توقيع اتفاق هزيل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي لا يلقى إلى المستوى الأدنى من المطلوب على مستوى المطالب المرفوعة من طرف الشغيرة المغربية وعموم المأجورين. إذن لكي لا أطيل عليكم، عيد مبارك سعيد مسبقا، وعواشر مبروك لجميع المناضلين والمناضلات. والآن أقدم الأخ دريس إسماعيلي كي يلقي كلمة المكسب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتحية نضالية للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، تحتفل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاتح ميل هذه السنة تحت شعار لنناضل جميعا من أجل الزيادة في الأجور ووقف تدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيان، وذلك تشخيصا وقراءة لواقع صعب تعيشه الطبقة العاملة منذ بدء الجائحة، وتم تعميقه بشكل خطير هذه السنة. واقع الأسعار الملتهبة خاصة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات، مما جعل القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين وخاصة في الفئات ذات الدخل المحدود تنهار بشكل خطير، بات يهدد حق المواطنين في الحق الأدنى للعيش. إن السياقات التي سادت خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي عنوانها الأساسي جائحة كورونا كوفيد 19، والتي حالت دون أن تتمكن الشغيلة المغربية من الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال، ودون أن تجعل من هذا اليوم فرصة للتعبير عن مشاكلها وقضاياها، ودون أن تنخرط إلى جانب شغيلة العالم في التنديد بالرأسمال والليبرالية المتوحشة التي أضحت تهيمن على كل مناحي الحياة وتتحكم في مصادر الملايين من الأجراء عبر العالم، مطالبة اليوم بالتعبير عن رفضها لهذا الواقع. وهذه السنة ورغم التراجع الكبير للوباء والعودة الشبه التامة للحياة العادية، إلا أننا في بلادنا ونظرا للتزامن بين فاتح ماي واليوم الأخير من شهر رمضان السابق لعيد الفطر، فإن الأهمية الروحية لهذا الأخير وما يحتمه من ظروف السفر لتلافي العائلات حال دون أن نتمكن من تخليد فاتح ماي بالطريقة التي دأبنا على تخليد بها. لذلك اكتفينا بتظاهرات محلية وتركنا الصلاحية للاتحادات المحلية لتدبير الوضع المحلي سواء بتنظيم مسيرات أو تجمعات خارج أو داخل المقر، حتى لا نحرم المناضلات والمناضلين الالتحاق بعائلتهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك. أخواتي إخواني، يتزامن احتفالنا بفاتح ماي 2022 باستمرار المنطق السياسي الذي ساد خلال العقود السابقة، ولم تفعل استحقاقات سنة 2021 إلا على تكريسه والمتمثل في هيمنة الدولة
على المجتمع وإفراز مؤسسات سياسية من حكومة وبرلمان وجماعات ترابية وجهات لا تعكس تطلعات الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ لا زال الثلاثي المعروف والذي يتكرس في كل الاستحقاقات والمتمثل في المال والسلطة والدين بتحكم في صنع الخريطة السياسية، إذ أضحت